اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم "عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَرْوَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْرُجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى" عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ين فنزفعا بالناصيه ناصيتها كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب